إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من أمام مستشفى الهاروشي. صراحة منظر مؤسف، احنا الآن في الساعة 4 صباحا، بحال هاد المناظر هادي اللي ولينا كنشوفوها سواء أمام المستشفيات أو أمام بعض المؤسسات اللي تابعة للدولة، منظر تقشعر ولو الأبدان، منظر محزن مبكي. الآن نحن مقبلين على شهر التوبة، شهر المغفرة. شوف بحال هاد الناس هادو، مثلا شوف السيد مسكين في الناس، شوف معايا السيد مسكين في الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبغيتش نهضر بالجهد باش منفيقوش، ولكن منظر مؤسف صراحة أننا نشوفو بحال هاد المناظر هادي عندنا هنا. فكنتمنى أنه حنا دابا في شهر الغفران، كنتمنى أنه هاد الجمعيات لي هاد الايام دوك يفرقوا في هادشي ديال القفره في ديال رمضان، ياخذوا بعين الاعتبار هاد الفئه اللي في وضعيه الشارع واللي كتعيش هاد الظروف مزريه. خصوصا كنعرفوا الان بانه هاد شهر رمضان عنده طقوس خاصه به، وحياتك كتبدل، يعني ما كتبقاش ديك الانسان ديك 330 يوم او 335 يوم اللي عاشها في السنه، ماشي هي نفسها الظروف اللي غادي يعيشها في هذيك الشهر ديال رمضان. رغم ان رمضان الحمد لله كيكون شهر الخيرات، شهر يعني الحمد لله خويا حمزه، الحمد لله خويا حمزه. هذا الشيء احنا الان امام مستشفى الهاروشي، انت خويا احنا الان امام مستشفى الهاروشي، يعني ماشي غير هاد السيده اللي كاين، راه العديد من الناس اللي كاينين هنا واللي ما مفهومش هو هاد. عينا ما نهضروا على هاد الشيء هذا، عينا ما نناقشوا هاد الفئه وهاد الشريحه اللي عايشه وسط منا، كتعيش هاد الظروف هادي. بغينا غير هاد الجمعيات اللي كترعى هاد الناس هادو، يعني تدخل على الخط. بغينا الناس اللي هما عندهم ذوي الاختصاص في هاد المجال هذا، المجال الاجتماعي ديال الرعايه الاجتماعيه، يحطوا نصب الاعين ديالهم هاد الشريحه هادي، يواكبوها، يعرفوا مثلا الوضعيه ديال هادوك الناس، كيفاش توجهوا للزنقه، كيفاش نعسوا للزنقه، شنو هي الاسباب. اذا كان شي حاجه اللي مثلا كاين شي حوايج مثلا اللي بساط يتم المعالجه ديالهم، يتم المواكبه ديال هاد الناس هادو، يعاودوا عاوتاني يبداو ازيرو كما كنقولوا في وسط المجتمع، لانه حنا بغينا ولا كرهنا هاد الناس منا والينا. ولكن كنعاود نجدد النداء لهاد الناس اللي الان في هاد الايام راه بداو القفف ديال رمضان، اللي لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، العديد من المؤاخذات كانت على هاد المساله هادي، والعديد من الحيحه ناضت على هاد القفف ديال رمضان، ولحد الساعه راه باقيين هاد المشاكل عليها. فكنتمنوا انه ياخذوا بعين الاعتبار هاد الشريحه هادي، وجو شوفوا هاد الناس هادو مساكن، هادو اللي كينعسوا حدا المستشفيات، خصوصا الا تكلمنا على مستشفى ابن رشد، مستشفى 20 غشت، مستشفى الهاروشي. الى استثنينا، انا غادي نقول ربما كنظن انا الى استثنينا مستشفى مولاي يوسف، هي اللي ربما ما كاينش حدا هاد الظاهره، ما كاينش حدا هاد الظاهره. فجميع المستشفيات بدون استثناء، وما عرفناش شنو الشيء اللي كيخلي هاد الناس كيفضلوا دائما المناطق الامنه، كيفضلوا دائما المناطق الامنه. ربما نوع من كما كنقولوا نوع من الامان، لانه
كاين حركيه، كاين رواج، كاين طاكسيات، كاينين الناس كيجيو للمستعجلات، كاينين رجال ديال الامن، دوريات امنيه كتمر من هنا دائما، ربما شي هو اللي كيخلي هاد الناس هادو هما مساكن، هذا هو الملاذ ديالهم بعد الله سبحانه وتعالى، لانه اكيد الى جلسوا في شي بلاصه اخرى اللي مثلا بعيده على يعني الغاشي كما كنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا حنا، وبعيد عن بعيد على الرواج، اكيد غادي يتعرضوا للسرقه اكيد. وخا رغم ما مسكينه شنو غيكون هاز كاع، مثلا تلقى 400 ولا 300 ولا علم ولا 5 درهم في جيبه ولا حتى 200 درهم، ولكن يقدر واحد اخر ما كيخرش الله شبعان اقراص ديال الهلواسه، شبعان مخدرات، كيبان ليه قتل الروح بحال على قتل الدبانه. لهذا فهاد الشريحه هادي مساكن كيفضلوا انهم كيف ما قلنا يجوا لهاد، كيلقاو الملجا امام هاد المستشفيات، فكيجيو مساكن كينعسوا، وعلم الله بهم كيكونوا بنهار. ولكن كنقولوها مره اخرى، كنتمنوا مره اخرى، كنتمنوا هاد الناس اللي بداو كيفرقوا في القفاف هاد الايام هادي ياخذوا بعين الاعتبار هاد الشريحه هادي. ومره اخرى هذا نداء، هذا نداء للناس اللي كيعنوا بهذا الشان الرعايه الاجتماعيه، انهم يشوفوا هاد الناس هادو، يواكبهم، يعرفوا مالهم مساكن، علاش هما فضلوا انهم يجيو ينعسوا في الشارع، ويعني كيتفرش الارض وكيتغطى بالسماء. دابا عند راس دابا شنو غطى؟ دابا غطى مثلا بالله عليكم، واش هذا غطى؟ هذا مثلا مسكين يعني الله الان مغطي مسكين بمانطا، مغطي بمانطا مسكين، مانطا فقط، أنت مانطا في الشارع، مانطا في الشارع. إذا هادشي علاش بغيت نذكر هاد الناس اللي كيفرقوا في قوفه في هاد الأيام هادي، أنهم يفكروا في هاد الشريحة هادي، هاد الجمعيات اللي كدير موائد الرحمن أولا كدير البانيك كما كنقولوا، اللي كدير البانيك أنها تعنى بهاد الناس هادو، لانهم كيستحقوا، ولكن ماشي يستحقوا ان نمدوا لهم نشوف حالتنا. يعني من الافضل انه تتم المواكبه ديال الناس هادو باش ما نبقاوش نشوفوا هاد الحالات هادي في المجتمع ديالنا، رغم انه ماشي فقط غير في المغرب بل الدول المتقدمه. اكيد الانترنت راه خلى العالم ولا واحد الحقل صغير، يعني معلومه سهله باش تجبدها. الا درتي دخلتي دابا غير جوجل او يوتيوب او دخلتي مواقع التواصل الاجتماعي وحاولتي انك تشوف بلدان متقدمة كما قلنا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الدول متقدمة، غتلقى هاد الحالات كاينين عندهم حتى هما. لهذا في المغرب ماشي استثناء، ولكن حنا بالنسبة لنا كمسلمين وكعرب فكنتمناو أنه يتم معالجة ديال الظاهرة هذه، يعني أو على الأقل نقص من الظاهرة هذه. ما نقولوش غادي نعالجوها من الجذور ديالها، ولكن تكون معالجة ديالها وتكون واحد النية مسبقة أننا نحاربوا الظاهرة هذه، وهاد الناس نعاودوا ندمجوا مص منا، لأنهم بغينا ولا كرهنا راه منا وإلينا. إذا كنتمنى أنه الرسالة تكون وصلت، ونتمنى هاد الصورة هذه ما نكونوش قلق زعجنا راحتكم بها، ولكن هذا الواقع ديالنا كنبغوا نشاركوه مع خوتنا المغاربة وخوتنا المغربيات، سواء داخل أرض المغرب أو خارج أرض المغرب. إذا ما قليل أن أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في يحييكم، إلى اللقاء.